تلعب المشاريع المنزلية دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد الوطني، لذلك تقوم الدولة بدعمها وتنظيمها وتنميتها ومساعدتها على رفع مستويات الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق المحلية وتحويلها إلى شركات صغيرة ومتوسطة في المستقبل، وذلك من خلال تنظيم المعارض والمناسبات التي تعد فرصة مميزة للقائمين على المشاريع المنزلية لعرض منتجاتهم واكتساب عملاء جدد وتبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى في العديد من المجالات كصناعة الملابس والمجوهرات والحرف اليدوية والمواد الغذائية. وتعد المعارض فرصة لتسليط الضوء على المشاريع المشاركة من خلال تغطيتها إعلامياً من أجل المساعدة في انتشارها والترويج لها على أوسع نطاق. هذه الورشة تتضمن إجراءات متعلقة باتفاقية التعذيب، وإحنا حريصين من خلال تقديم هذه الورشة إلى النهوض بمستوى الضباط ورجال إنفاذ القانون في دولة قطر للتدريب على مكافحة التعذيب بكافة أشكاله. الفن التشكيلي بدولة قطر هو إحدى الوجهات الحضارية للدولة، حيث يساهم الفنانون القطريون التشكيليون في إبراز ملامحه للرأي المتذوق من الجمهور القطري بصفة خاصة وللعالم بصفة عامة. ولقد جاءت منعكسات الصحراء على القيم التعبيرية للفنان القطري، فهي منبثقة من الأدوات التي مر بها بين حياة البادية وحياة البحر، مما ألح على الفنان الشعبي ليعبر عن إيحاءات البيئة. وتساهم المؤسسات ومراكز الفنون في تأكيد وانطلاق الحركة الفنية التشكيلية في الدولة من خلال إنشاء إدارة الثقافة والفنون وتنظيم المعارض التشكيلية محلياً وعربياً وعالمياً. ولحماية الإبداع ورعايته وتحفيز الموهبة، انطلقت الاستراتيجية من الهيئة العامة للشباب والرياضة نحو إنشاء المؤسسات الشبابية وتطويرها باعتبارها مراكز إشعاع وتنمية للمجتمع من خلال تطويع برامج نشاطها من أجل بناء الإنسان القطري الواعي لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تنشدها الدولة. ونظراً لأهمية الإبداع الفني بأشكاله المتعددة والدور الطليعي الذي يؤديه المبدعون، جاءت الفكرة لإنشاء هذه المراكز الشبابية المتخصصة كالمركز الشبابي للإبداع الفني والجمعية القطرية للفنون التشكيلية ومركز سوق واقف للفنون وغيرها من مراكز الإبداع الفني، والتي تهدف لدعم الفن والمواهب وخلق جيل من المتذوقين للفنون التشكيلية. الحجز هذا تابع لقسم التحريات وقسم التحريات تابع لإدارة الدوريات والتحقيق المروري. القسم هذا بالسيارات المخالفة اللي ترتكب مخالفات جسيمة أو مخالفات مثل المعاقين أو التجاوز من عن اليمين أو الصوت أو تحفيز التلاعب، المخالفات اللي تشكل خطر على سائق المركبة أو على مرتادي الطريق. في فرق بين العام وأولة العام عن السنة هذه، في فرق ملحوظ بالنسبة للوعي، والجهود هذه تابعة لوزارة الداخلية أيضاً الإدارة العامة للمرور، فزاد الوعي عند الناس، وكل ما زاد الوعي وكل ما زاد قلة الحوادث المرورية وقلة الأخطاء المرورية اللي في الشارع. الحملة ابتدت من الشهر اللي طاف، من الشهر اللي طاف تقريباً تم حجز ما يقارب 1200 أو 1300 سيارة، أغلبية المخالفات كانت مخفي. احنا حاليا داخلين على موسم، فالناس كلهم يعني متجهين باتجاه العزب او رحلات التخييم،
دوريات تأكد أنها بتكون متواجدة في جميع الخطوط الخارجية إن شاء الله، بتلقى جميع البراقات اللي تجي من العمليات، ذلك الحفاظ على أرواحهم وأن الناس ما تسرع على الخطوط الخارجية. الكلمة الأخيرة بالنسبة للسيارات المحجوزة، إحنا مش غايتنا نحجز المركبات، الغاية الحفاظ على أرواح مرتادين الطريق، والوعي والثقافة المرورية ترتفع عند الشعب وكافة. كثيرة هي الأسباب التي تجعل من القراءة هدفاً يسعى الأهالي إلى تشجيع أطفالهم عليها، ففضلاً عن كونها توسع مدارك الطفل وتحسن لغته، فإنها تنمي لديه ملكة التفكير السليم والقدرة على التخيل، وتعطيه القوة والثقة بالنفس لحل المشكلات التي تواجهه. ومن المعروف أن الأطفال في سنواتهم الأولى يميلون إلى تقليد آبائهم وأمهاتهم، لذلك ينصح بأن يعمد الأهل إلى القراءة أمام أطفالهم كي يكونوا قدوة لهم. ويشدد الخبراء على ضرورة معرفة شخصية الطفل واختيار ما يناسبه من الكتب، لا سيما المصورة منها، مع إيجاد عامل تشويق هنا من دون إجبار. ومصاحبة الأطفال أثناء القراءة واللعب معهم يحفزهم على طلب القراءة دوماً، لتتحول بذلك إلى مادة تسلية وسعادة ومصدر فائدة علمية ومعرفية في آن معاً. فلنعمل على إسعاد أطفالنا بتشجيعهم على ما ينفعهم ويفرحهم. المسرح أحد مشاعر النور التي تسهم في توثيق التطور الحضاري الذي تشهده الدولة. تحرص دولة قطر على جعل المسرح القطري على الخريطة العالمية، وأن يكون مثالاً يحتذى به في المنطقة العربية والعالم، وأن يكون مشاركاً في الحركة المسرحية العالمية بقوة، ليس من خلال المهرجانات الدولية فحسب، بل بأن يكون للمسرح القطري موطئ قدم على خشبات المسارح العالمية. إجراءات تعتبر دولة قطر مثالاً في سهولتها وسهولة الوصول إلى مختلف الجهات التي تتدخل بشكل فوري باتصال هاتفي. الإسعاف قريبة من هناك في الشارع عند باب العمارة، طلع لي واحد. دوريات المرور، سيارات الإسعاف وحتى طائراته، الدفاع المدني ومختلف الجهات على استعداد تام لتلقي الاتصالات من أي مواطن أو مقيم. ولأن فصل الشتاء وموسم الأمطار قد بدأ، فإن إدارة المرور ضمن حملاتها التوعوية تؤكد على الجميع مزيداً من الحذر وتجنب الحوادث بأنواعها المختلفة. بلدية الخور من البلديات الكبيرة ذات التاريخ، حيث تم إنشاؤها في عام 1973، وقد تم التنسيق مع قسم المشاريع بوزارة البلدية والبيئة لإعداد تصميم يلائم الخور لتنفيذ مشروع يواكب تطلعات أهلها ومتطلباتهم. ويدخل تنفيذ مشاريع تطوير شواطئ منطقة الخور ضمن الملفات الهامة، وذلك لأن الخور تملك شواطئ فريدة
يعتبر افتتاح 3 جسور لطريق الخور السريع سيسهل وصول القادمين من طريق الشمال إلى مناطق الساحل، وأن الطريق والخدمات المتميزة التي يوفرها يعد نقلة نوعية في تطور الخدمات المقدمة للمناطق السكنية، لن تخدم المواطن والمقيم فقط، وإنما تمثل خدمات مهمة لرواد كأس العالم عام 2022، مما يعني أن العمل على الانتهاء من مرافق المونديال يسير على قدم وساق بجانب مشروعات البنية التحتية المختلفة في المنطقة. شهد العام 2013 ميلاد أول نسخة من مسابقة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة قطر، سعياً منها لدعم الابتكار ورواد الأعمال بين طلابها وإعدادهم لدخول سوق العمل المحلية والعالمية. وتحرص الجامعة على إصدار نسخة جديدة من المسابقة عاماً بعد عام، تحمل كل نسخة منها شعاراً جديداً يهدف إلى تحفيز الطلاب وإحياء روح المنافسة بينهم وخلق أجواء من الإبداع والتطوير والابتكار. كما أن هذه المسابقة تأتي لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يختص بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فالأفكار المبتكرة والريادة في الأعمال تفتح آفاقاً جديدة للعمل والإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي يعتمد على الخبرات العلمية والعملية والكوادر المؤهلة. تعد جمعية المهندسين القطرية من أهم وأنشط الجمعيات المهنية في دولة قطر، حيث تقوم بدور توعوي من خلال عقد المحاضرات الهندسية المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم بعض المؤتمرات بالتعاون مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية وتوفير التدريب الضروري لقطاع المهندسين بالقطاع العام والخاص. تعمل جمعية المهندسين القطرية على المساهمة في النهضة العمرانية والصناعية والزراعية في البلاد، وتبذل جهوداً حثيثة لخدمة المجتمع القطري والنهوض به في ظل التحديات والتغيرات التي تشهدها مهنة الهندسة على مستوى العالم. تبدو الدراجات النارية حلاً سحرياً للتنقل في الشوارع المزدحمة خاصة في أوقات الذروة، لكنها تشكل في المقابل خطراً يومياً يحدق بمرتدي الطريق بسبب عدم معرفة سائقيها بالطريقة الأفضل لتجنب الحوادث، إذ يصبح همهم تجاوز الجميع لأجل الوصول إلى المكان الذي يريدونه، وما يترتب على ذلك من عدم الالتزام بقوانين السير واحترام إشارات المرور، فضلاً عن القيادة المتهورة للشباب المولعين بالسرعة والاستعراض. تشكل الدراجات النارية مصدر خوف وقلق للأهالي، فالبعض يستخدمها وسيلة للترفيه والبعض الآخر كوسيلة لقطع الإشارات وتخطي الأرصفة، كما أنها مصدر خطر لدهس الأطفال عند استعراض ركابها بالطرق الرئيسية في ظل غياب متابعة الأسرة. لمعالجة ظاهرة التهور في السياقة وخاصة في صفوف المراهقين، لابد من وجود برامج توعوية وإرشاد تلزم سائقي الدراجات باحترام القوانين والأنظمة المرورية للحد من تلك الحوادث التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع. مواصلة الدراسة، الانخراط في سوق العمل، تنمية المهارات،
خيارات عديدة متاحة أمام الطلبة في يوم التوظيف والابتعاث الخامس الذي تنظمه مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. 40 مدرسة ثانوية للبنين والبنات تشارك في المعرض الذي يستمر يومين، الأول للبنين والثاني للبنات. طالب يكون على دراية بالتخصصات الموجودة في البلد اللي محتاجتها قطر، مش أي تخصص بعدين يقول أنا ما عندي وظيفة في المستقبل، لكن هنا اليوم وبكرة لهم المجال إنهم يسألون يستفسرون قطر محتاجة إيش، شو التخصص المطلوب، ومن ثم خلاص خذت الفكرة في التخصص تقدر توجه للجامعات وتبتدي تسأل عن المتطلبات وشروط الالتحاق في الجامعة. على الرغم من أن المعرض يركز على طلبات الصف الثاني عشر، إلا أنه يترك الباب مفتوحاً أمام طلبات المرحلة الثانوية كافة للاستفادة من الخدمات المقدمة والتي تصب في إمداد سوق العمل بالكفاءات القطرية المؤهلة. يعد العمل التطوعي ظاهرة اجتماعية تحقق الترابط والتآلف والتآخي بين أفراد المجتمع حتى يكون كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتذخر دولة قطر بالعديد من المؤسسات العاملة في مجالات التطوع وخيرة شبابها الراغبين في وهب أوقاتهم وإمكانياتهم وخبراتهم في أعمال الخير ومساعدة الغير. ومن أهم مزايا العمل التطوعي أنه يقوم بترسيخ مفهوم الإحساس بالآخر وصقل شخصية المتطوع وإكسابه مهارات حياتية مختلفة وتعريفه على مكامن قوته، فضلاً عن الفوائد الروحية والنفسية والعقلية والاجتماعية، كما ينمي العلاقات الإنسانية ويحقق الطمأنينة للفرد والمجتمع. لم تقدم دولة قطر على تنفيذ أضخم المشاريع الاقتصادية دون تأكدها من جدية قدرة أبنائها وتميزهم في البحوث التي تجد الرعاية الكاملة والتبني من الدولة، وتشجع عليها شبابها المؤمنين بأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها. تعددت البحوث العلمية وواكبت مراحل النمو المتسارع والمشاريع العملاقة والبنية التحتية التي تفخر دولة قطر بإنجازها في مجالات متعددة وتتحقق تباعاً رغم التحديات. ومنذ اليوم الأول من تأكيد استضافة دولة قطر لمونديال 2022 عكف الكثير من الباحثين من شباب قطر على بحوث شاركوا بها في مختلف مشاريع المونديال وأثبتوا من خلالها قدرتهم على العطاء وخدمة الوطن. تنظيم هذا المعرض بهدف توعية الطالبات بالسلامة المرورية في شتى مجالاتها، سواء سلامة مرورية، قوانينها، العلامات المرورية في الشوارع. يشتمل هذا المعرض على عدة أركان، منها متحف السلامة المرورية والذي يحتوي السلامة المرورية في عدة مناطق في الدولة، مثلا الكورنيش، المدارس، سيلين، المستشفيات. بالإضافة لذلك تم تفعيل دور الشراكة المجتمعية لمؤسسات الدولة اللي هي مثل مواصلات دلة للسواقة، أكاديمية الخبرة للسواقة. بالإضافة إلى ذلك المعروضات اللي معروضة في المعرض هو من عمل الطالبات وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريسية بالمدرسة. لقد شاركت في العديد من الفعاليات في معرض السلامة المرورية، وهدف المعرض أن يعرف الطالبات ويوعيهم بأهمية السلامة المرورية في الحياة.
من قوانين السلامة المرورية ربط الحزام الأمان أثناء القيادة، عدم استخدام الهاتف النقال في السيارة، والتهدئة من السرعة في الطريق. الجسد والنفس وجهان لعملة واحدة وهي الإنسان، لا يمكن الفصل بينهما ولا تجاهل طرف على حساب الطرف الآخر. وإيمانا بدولة قطر بأن الصحة النفسية أمر ذو أهمية بالغة، تسعى الدولة جاهدة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، والتي تحث على تعزيز الصحة النفسية الجيدة والمعافاة والوصول إلى الرعاية المناسبة في الوقت المناسب والمكان المناسب لسكان دولة قطر. فهي تسعى جاهدة لرفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة النفسية والاجتماعية وحقوق متلقي الخدمات النفسية. وقد أطلقت وزارة الصحة العامة الموقع الإلكتروني الأول للصحة النفسية، ويتمثل الهدف الرئيسي من الموقع في رفع مستوى الوعي العام حول الصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي. وسيوفر الموقع الإلكتروني معلومات عامة عن المعافاة وفهم حالات الصحة النفسية وكيفية الوصول إلى الخدمات في دولة قطر. ومن أهم الجمعيات التي تهتم بالصحة النفسية جمعية وياك للصحة النفسية، وهي جمعية قطرية أهلية تطوعية تسعى لتحقيق أقصى درجات الصحة النفسية بالمجتمع المحلي والعربي من خلال استخدام أساليب التوعية المختلفة وإذكاء الوعي في مجالات الصحة النفسية وتقديم أفضل خدمات الإرشاد النفسي ومساندة متلقي الخدمات والدفاع عن حقوقهم من خلال تنفيذ الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وتشجيع الدراسات والبحوث والتعاون مع الخبرات المتخصصة والجهات ذات الصلة. الهدف من إجازة نهاية الأسبوع هو التخلص من التعب والتوتر والإجهاد الذي نتعرض له طيلة أيام العمل، لنعود للعمل خلال الأسبوع الذي يليه بكامل صحتنا ونشاطنا. قد يرى البعض أن الإجازة الأسبوعية هي الفرصة المناسبة للابتعاد عن صخب المدينة وأضوائها والاستمتاع بالطبيعة وهدوئها، أو لاكتشاف بعض المناطق الطبيعية الجميلة. وفي ظل بداية موسم التخييم الشتوي، أصبح من الممتع اصطحاب كافة أفراد الأسرة للاستمتاع بالأجواء اللطيفة والطقس الربيعي. ومن أفضل المناطق التي تستمتع العائلات بزيارتها منطقة سيلاين، باعتبارها أحد مواقع التخييم الأكثر شعبية في البلاد، حيث تلتقي الصحراء مع البحر وتتوفر العديد من الخدمات فيها. أما عن أجواء الدوحة، فقد يرى البعض أن عطلة نهاية الأسبوع هي الفرصة المناسبة للتوجه إلى المناطق المفتوحة مثل الحي الثقافي كتارا، سوق واقف، متحف الفن الإسلامي، مدينة اللؤلؤة، وحديقة أسباير، وذلك للاستمتاع بالمشي وسط الطبيعة والجو الرائع أو ارتياد المطاعم والمقاهي في هذا الطقس الجميل. وقد يرى البعض الآخر أنها فرصة للتوجه إلى المجمعات التجارية باعتبارها الوجهة المثالية للتسوق والترفيه العائلي. ومن أهم الفعاليات التي يمكن التمتع بها مهرجان الرحلة المذاقية المقام لأول مرة في قطر مول بمنطقة الواحة المميزة، التي تقدم مجموعة متنوعة من عروض الطهي بمشاركة أكثر من 100 مطعم ومقهى. خلال هذه الأجواء اللطيفة، جميع المناطق في الدولة تدعوك للاستمتاع والتمتع بالطقس المبهج، فاختاروا وجهتكم المفضلة واستمتعوا بإجازة نهاية الأسبوع. أنشئ مركز سدرة للطب بهدف تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات الصحية المتخصصة للنساء والأطفال، حيث يقدم المركز خدمات صحية جديدة لأول مرة في قطر وفي منطقة الشرق الأوسط.
يتبنى مركز سدرة سياسة مركزية الخدمات في تقديم الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من مشكلات صحية معقدة، وهو ما يساعد في توفير بيئة استشفاء كاملة للأطفال الذين كانوا يضطرون للسفر سابقا إلى الخارج طلبا للعلاج. كما أطلق المركز العديد من الخدمات الرئيسية للنساء، ومنها افتتاح قسم طوارئ النساء والبدء في إجراء جراحات النساء بالغة التعقيد عبر شقوق رئيسية صغيرة للحد من التدخل الجراحي لأدنى درجة ممكنة. مركز سدرة أطلق جزئيا جراحات النساء الروبوتية باستخدام أجهزة روبوت دافنشي، وهي الخدمة التي ستمنح الأطباء رؤية وتصورا أفضل بفضل الكاميرات ثلاثية الأبعاد والبيئة الجراحية المميزة. ومنذ يناير الماضي أجرى المركز حتى الآن أكثر من 2700 جراحة بما فيها خدمة الجراحات الروبوتية. سدرة للطب يضم حاليا أكثر من 50 عيادة تعالج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية مثل الصرع وعيوب القلب الخلقية وغير ذلك من مشكلات صحية. إلى ذلك يجري مركز سدرة للطب العديد من المشروعات البحثية داخل وخارج قطر، وتجري فرق المركز البحثية دراسات على العديد من الأمراض المنتشرة في قطر ومنها سكر الأطفال والتليف الكيسي وطيف التوحد.